على اليخوت قبل ما نروح لاخبارنا كمان سياحه اليخوت لانه في اهتمام كبير جدا. عايز اقول لحضراتكم كل يخت تقديرات كل يخت بيدخل عندك انفاقه بالدولار يعادل 1000 سايح. تاني، كل يخت بيجي لك وانفاقه بالدولار يعادل 1000 سائح دخلوا عندك. انت متخيل حجم الانفاق بيبقى قد ايه؟ مش بقول لك بيبقى عنده يخت 600 مليون دولار و400 حاجات كده، ارقام فلكيه يعني. فده هيفرق معايا عمليه الانفاق. فتخيل انت النهارده بتتكلم على سياحه يخوت حقيقيه. عندك النهارده مصر شغاله على ده، في دعم كبير جدا من السيد الرئيس لهذه السياحه اللي ما كانتش موجوده عندنا. النهارده بقى عندك اماكن، عندك اكتر من في طبعا في مارينا اللي موجوده حاليا في قناه السويس، وهتحول قناه السويس لمركز عالمي لسياحه اليخوت في المنطقه. هيبقى في تخفيضات كبيره جدا لليخوت العابره للقناه. الحصول على الموافقات هتكون في وقت قياسي، بنتكلم يعني نصف ساعه يمكن ساعه بالكتير تكون مخلص كل الاجراءات بتاعتك في زمن قصير جدا، دقائق قليله من خلال مواقع الموقع الالكتروني الخاص بالمارينا الخاصه بقناه السويس. يكون في اماكن خاصه بانتظار موجوده في مارينا اليخوت في قناه السويس. سياحه اليخوت النهارده بدايتها بدات في مصر وهتبدا في مصر، وهتكون سياحه جاذبه للغايه في كل المناطق اللي موجوده. وزي ما بقول كده كل الموانئ المصريه وعندنا اكتر من مارينا موجوده في مصر. وتم تجهيز هذا الامر بقول لحقه على اعلى مستوى عشان ايضا جذب اليخوت اللي موجوده. بتتكلم على الاف اليخوت التي تجوب بحار ومحيطات العالم وتجوب العالم، ودول اغنى اغنياء العالم، مشاهير العالم واغنياء العالم اليخوت. يعني مش اي حد بيبقى عنده يخت يعني يلف بيه العواصم العالميه والمدن السياحيه العالميه، لا مش اي حد، ولكن هم اثرياء العالم. يجي مثلا روح يجي لك قناه السويس، يروح لك اسكندريه، يروح العالمين، يروح هنا. احنا عندنا النهارده الغردقه في اماكن كتيره جدا موجوده، وتستفيد من هذه السياحه اللي هي ان شاء الله هتكون دخل اضافي للسياحه المصريه. ولكن زي ما بقول لك كل يخت هيدخل. عشان كده النهارده حصل انه اديت كمان اجراءات خاصه بسياحه اليخوت، انه سياحه اليخوت اي سايح اي يخت جاي داخل مصر عايز يجي، بدل ما كان بياخد اقامه لمده شهر، النهارده بتدي له اقامه لمده 3 شهور. عشان اولا بتدي له اتاحه اكبر، فرصه اكبر للتنزه اكتر، تسوق اكتر، يقعد في مصر اكتر، وبالتالي هو اي يخت من دول بينفق قد 1000 سايح. انت متخيل الارقام اللي انت منتظرها من هذه السياحه؟ ان شاء الله تبدا وان شاء الله تستمر بمنتهى القوه. نروح لاخبار